قانون الاستثمار هذا فيه استدلالات كبيرة للمستثمرين وتنحية البيروقراطية وتسهيل الأمور على طريق الجيشي إينيك، وإن شاء الله نشوفوا فيه راهي يجذب المستثمرين الأجانب للشراكة مع المستثمرين الجزائريين، لأن الجزائر دولة غنية بالموارد وعندها حدود كبيرة قارة مثل الصناعة والتوريد والتصدير إلى أفريقيا وليبيا وتونس ودول الجوار. إن شاء الله نشوف فيه فتح مبين للجزائر في الاقتصاد والاستثمار، وإن شاء الله نطلبوا خير ونستنوا لي تكست اللي يخرجوا تاعنا هم اللي يزيدوا يدلوا للاستثمار وترقية الاستثمار وتنقيص البطالة في جميع في جامع أنحاء التراب الوطني. أجانب راح يدخلوا بالقانون هذا الجديد، يكون عندهم تحفيزات، قانون هذا فيه حافظ على ممتلكات الأجانب، على التحويلات، الشركات الأجنبية إن شاء الله ما يخرج القانون هذا في الجريدة الرسمية يكون فيه تقربات، فيه علاقات مع الأجانب، في على يتكلموا عن طريقة الاستثمار عندكم في الجزائر. احنا في الجزائر قلنا لهم القانون هذا راه مليح وراه ماشي يكفري قاع ملتزمات الشركات الأجنبية.